مناسبات بلارون لغو دهفر ايه يورل كسما فالكا ايه توسما فونداشن قيبتي ساقوبل كاتوك دير ايه حالي لغو قبطي هوتيل نيو برعو ايه مغالة ده برعو وحانا مداشن دهفر كاه ايه تكسوا قيب غالي حلبانا كاترسن قولها ديگان كدقم ده برعو حبنا كم ايه مسوليين تا اورل كا او قال وحقرد ايه هوان تيراب بادن اورل كسما فالكا ايه توسما فونداشن اوه رانتي سند كان لغا ساس امارات كا عربتا اسلامر كان ايه اساسين دلن يرك سوچي ده ديگان حدود كا بحسن ayaa waxa uu ka shaqeeyay kobcinta iyo kaabista waxbarashada deegaanada xadka ka sareeya gudoomiyaha ururka Tusma Foundation ee gobolka Togdheer Maxamed Cali Jaamac iyo xubno kale oo ka mid ah mas'uuliyiinta ururka ayaa ka warramay ujeedada ururka loo aasaasay iyo waxyaabaha uu qabtay أردنا هو أفراد سنة كشهادة كريسة بعدين تجول دولة ما حنين مشاركة دولة كهلا دولة دولة كهلا نروح كمان بين كل دولة كمان طبعا أما واحد عنا طلعت من عام تقول جرى وعايش عادي عادي عاد حروف الحسن هاي إن أنا جلس وقيم كشان أفراد تندا فوكا أنا كنت أفكر إنه أول كخيري كا تسمى فونديشن أول قطسم فونديشن سيدا ويديش يا غير رأي خلسي أحمد قعان وحان أحمد جامع أحمد يدين رئيس تباسوه الرئيسية وحان لو أساس لي وقتي مكان لغا جوغا لغضي سنة كرين بوجه مفيش يسير لبا أيا لغا أساس لغا كي بارد كعرفت استودة بارد كعرفتا وحان لو كفا فين خليج كيو يوروب وحان لو يسبو كرين داد غير يا إلا يا لبا بغل وقف ordemato ir moyar sempre em turbaha kunol waxa ay go'aansadeen bulshadaasi in ay danta dalkooda iyo dadkooda u kacaan waxay isweydiyeen mood ahaan bulshada halka ka fadhida dadkoodu inta badan waxay u nahay umad ka tirsan gobolka xagga sare ee sheekada fashanaad waxaan aanu barka go'aansano isweydiinay waan waxa ka sareeya xadka ee uu dadkeenii u badan yahay إذا نيردنا إني يبرشنا إني كنت علينا الله على هاي هبلها ما هو يوم يكون كان يسكو بعيا ما أنا وبحر هذا تذكر شو قام ينقطع الشيء تذكر شو قام ينوي بعيا البحر يلا هم كان شو قام تعلم ما وبعيا حدوث سو بعيا من له هذا الكلام وهاي كوي شيء وقت يفر بدن ما هو يقف كان تعلم ثم بحر وقت كان كوم منا وأنا له هذا الكلام هاي من تعلم ذا ما تسوى واحد مودع إن له هذا الكلام واحد من الله اللي كره هذه الأضواء، هذه سأل الله دوري، دبيها أنت سيالي نكون مني هاي، أو كهراتي هاي، أو قاتل جوانك كم قي هاي، لو حنا قادرني، باهيها فرحة بدن لي، يا عن كل سوق كوب كري، يا ود كعك تيرا، أنا بو حنا كقادرني غيب كري يا، وغيب تريها واحد برشلا. وقال يا هون كسو جيدا ديغانا دا ورر كاني كشاقي يو ايا سو دوي يي ورر كتسم فونديشن وحاني كو ديرادين دا يا عيد دي بودا آدان كا وحبراشا دا اهي ديغانا دا سي كتيري يوغو بلان قادا يني هيل يهو بيس لقرب تاقا يان ورر كتسم فونديشن هل كان ورر كتسم فالكا واسم فالكا هايد هدا مغشا وايد نوكا ويسو تكتل هايد هدا قلبت إلى يوم كون كفرين على هيدو النسوك وين ترى كويس تكتي إلا جسي كربيا وين بانت تكيس تكي قاردة كرتشولة وحي بحيين كرمة كا أي كرين إلا جسي كربيا وين بطل وهل كان حكم بطل وكان سوف يفوديشن محكمة كمسي أنا مو حلو عين رجلي حلو طبعا عين صار أكيد أي مسوي سليم وإيه هبتين أي سوبر تجيني رجلي تناول الله
xildhibaan maxamed tuurtuura kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco ayaa u mahadceliyay dhalinyaradii aasaastay ururkan isu xilqaamay wax ka qabashada baahiyaha waxbarashada ee deegaanada xadka ka sareeya ballan qaadayna inuu ka geysanayo gacan miisaan leh. hadal badan oo maanta caawa halkan looga baahan yahay ma jiro. caawa waxa weeye inaynu jeebka furno oo aynu wixii ururku soo qabtay waa la sheegay inaanay fari ka qodnayna waynu ognahay. maanta iyagu waxay focuska saareen waxbarashadii sidaa ay runtu sheegaysay caafimaadkii baa jira waxaa jirta biyala-aanba deegaankeedii ka jirta maanta si caafimaadka ay inantu sheegtay halka waxbarashadoo keliya maanta ay iyagu tahleen oo aasaasigii ugu weynaaya waxa weeye caafimaadkana inaynu ku darro maanta inaynu fadhiga ka kacno waxaa maanta aynu halkaa isugu nimi caawa waxweyna fadhiga ka kacno. ururka Tusma Foundation ayaa waxa uu noqonayaa ururkii ugu horreeyay ee isu xilqaama horumarinta waxbarashada deegaanada xadka ka sarreeya oo ay hore ugu gadaamnayd dunoofa iyo dayac baahsan oo ay waxbarashadu kow ka tahay waxaana dadka deegaanadaasi ku soo dhoweeyeen niyadsan iyo qalbi furan iyagoo ku tilmaamay dayax u soo baxay. Siciid Salabaan Nuur, wararka magaalada Burco.